مجلس الوزراء يقر ضوابط استحداث المدارس وضمها ويوافق على تحويل كليات المعرفة للعلوم والتقنية إلى جامعة أهلية باسم جامعة المعرفة. وزارة التعليم تعلن إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، ومعالي وزير التعليم يطمئن المبتعثين ويؤكد العمل على نقلهم إلى جامعات عالمية أو محلية. الملحقية الثقافية في أمريكا تشكل لجنة طوارئ لمساعدة المبتعثين في كندا. نائب وزير التعليم يختتم الحملة الصيفية بمحاي العسير ويكرم الداعمين والدارسين. التعليم ووزارة الاتصالات توقعان اتفاقية لتوفير 2000 فرصة ابتعاث خارجي للكوادر الوطنية التقنية. تعليم مكة المكرمة ينهي استعداده لإطلاق مبادرة الحاضنات والروضات الموسمية لأطفال حجاج بيت الله.